تشري بكالوريا ديال الامتحان الوطني 2025 ديال البريباراسيون الامتحان الوطني 2025 عن طريق لايفات ماراثونيه اللي غيبداو من هذا الشهر 8 حتى لاخر نهار في الامتحان الوطني. في المواد الاربعه اللي عندك في الامتحان الوطني: الرياضيات، الفيزياء والكيمياء، علوم الحياه والارض والانجليزي. لايفات ماراثونيين وفيديوهات بجوده عاليه، وايضا تواصل يومي عبر الواتساب من اجل الاجابه على الاسئله ديالكم والتمارين ديالكم. الخدمه غتكون في جوج ديال المجموعات: مجموعه الفيسبوك ومجموعه الواتساب. مجموعه الفيسبوك خاصه باللايف وخاصه بالفيديو، ومجموعه الواتساب خاصه بالتواصل للاجابه على التمارين والاسئله ديالكم. الخدمه خاصه بالخيار العربي والخيار الفرنسي، والخدمه كما قلت عاود بشكل يومي من هذا الشهر 8 حتى لاخر نهار في الامتحان الوطني. وخلال هذا الشهر 8 كامل غنعاودوا كاع دوك الدروس اللي درتوهم في الاولى بكالوريا واللي غتحتاجوهم ان شاء الله العام الجاي، كاع دوك الاساسيات ديال الرياضيات وديال الفيزياء والكيمياء اللي غنحتاجوهم ان شاء الله العام الجاي غنعاودهم خلال هذا الشهر 8 هذا. خلينا غير الكلمه ديال دوت كوم فهاد رقم الواتساب هذا، ومرحبا بكم معنا في الخدمه بشكل يومي. الحاجه الوحيده هو انه عدد المقاعد هذا العام هذا في الثانيه بكالوريا غيكون عدد المقاعد محدود بزاف، غيكون عندنا عدد ديال التلاميذ قلال، غنبريباريو معاهم الامتحان الوطني ديال هذه السنه. الا كنت مستعد لهذه الخدمه هذه اللي غتكون بشكل يومي، خلينا كلمه ديال دوت كوم فهاد رقم الواتساب هذا. دريس دوت كوم تهلاو فراسك ما خوتي.